الشيخ محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للشيخ، بالنسبة للعلماء الذي وقعوا في بعض الأخطاء في العقيدة كالأسماء والصفات وغيره، يمرون علينا في الجامعة في إقراءة، بالنسبة للترحم عليهم شو حكمه؟ مثل من؟ يعني كالزمخشري أو الشوكاني أو غيره. الشوكاني؟ الزمخشري والزركشي. الزركشي في إيش؟ يعني في بعض الأسماء والصفات. على كل حال، هناك أناس منتسبون لطائفة معينة شعارها البدعة كالمعتزلة مثلا، ومنهم الزمخشري. الزمخشري معتزلي، ويصف المثبت للصفات بأنهم حشوية مجسمة ويضللهم، فهو معتزلي. ولهذا يجب على من طالع كتابه الكشاف في تفسير القرآن، يجب أن يحترز من كلامه في باب الصفات. لكنه من حيث البلاغة والدلالات البلاغية اللغوية جيد، ينتفع بكتابه كثيرا، إلا أنه خطر على الإنسان الذي لا يعرف في باب الأسماء والصفات شيئا. لكن هناك علماء مشهود لهم بالخير لا ينتسبون إلى طائفة معينة من أهل البدع، لكن في كلامهم شيء من كلام أهل البدع، مثل ابن حجر العسقلاني والنووي رحمهم الله. فإن بعض السفهاء من الناس قدحوا فيهم قدحا تاما مطلقا من كل وجه، حتى أنه قيل لي إن بعض الناس يقول يجب أن يحرق فتح الباري، نعوذ بالله، لأن ابن حجر أشعري، وهذا غير صحيح. فهذان الرجلان بالذات ما أعلم اليوم أن أحدا قدم للإسلام في باب أحاديث الرسول مثل ما قدمه. ويدلك على أن الله سبحانه وتعالى بحوله وقوته ولا أتألى الله قد قبلهما ما كان لمؤلفاتهما من القبول لدى الناس، لدى طلبة العلم، بل حتى عند العامة. الآن رياض الصالحين يقرأ في كل مجلس ويقرأ في كل مسجد، وينتفع الناس به انتفاعا عظيما. وأتمنى أن الله يجعل لي كتابا مثل هذا الكتاب، كل ينتفع به في بيته وفي مسجده. فكيف يقال عن هؤلاء إنهم مبتدعة ضالون؟ لا يجوز الترحم عليهما، ولا يجوز القراءة في كتبهما، واجب إحراق فتح الباري. سبحان الله. فإني أقول لهم بلسان الحال وبلسان المقال: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سد. من كان يستطيع أن يقدم للإسلام والمسلمين مثل ما قدم هذان الرجلان إلا أن يشاء الله؟ فأنا أقول غفر الله للنووي ولابن حجر العسقلاني ولمن كان على شاكليتهما ممن نفع الله به الإسلام والمسلمين، وأمنوا على ذلك. نعم، أذن.